السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا ورجعنا لكم فيديو جديد وروتين جديد يا رب وان شاء الله يعجبكم. بدايه الفيديو اكيد صلونا على النبي المختار وبعدها شقونا وياكم اللايك حتى تخلوني استمر وياكم بهذه السلسله من الفيديوهات الحلوه. اليوم حنشرح على هذا الطباخ اللي طلبتوه بتعليقات متكرره وياي وقلتوا نزل تفاصيل مالته. طبعا هذا الطباخ احنا المعروف اكو طباخات ليزريه وهذا النوع الثاني اللي مو هو يعرفوه هو الطباخ المغناطيسي. طبعا احنا بالبداية اخذنا اثنين للحراري وللعفو المطبخ الحار والمطبخ البارد، اثنينهم نفس هذا الطباخ، لكن بعدين عرفنا انه هذا بيفد شغلة سلبية، بعدين حولنا هذاك الطباخ وخليناه طباخ ليزري. هنا من المميزات الحلوة بي انه سرعة الغليان البي. هسه انا مجرد خليت الطاوة وخليت بيها شوية مي، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني بسرعة يفور عندي. أنا أي شغلة أريدها تنطبخ بسرعة مجرد أخليها على هذا الطباخ، يعني صلوات على محمد، بسرعة تفور عندي. الشغلة الثانية هم الحلوة بيه أنه يشتغل على المولد وعلى الوطنية، يعني يتحمل درجات المولد اللي تكون قليلة. شوفوا هنا مجرد أنه أنا شلت الطاوة من المميزات الثالثة، شوف لابسة شيف وضغطت على يعني العين وهي حارة، يعني هسه أنا قدامكم شلت الطاوة، هذه ما تحترق، هذه بها صفة الحماية اللي هي خاصة تكون للأطفال، يعني مجرد يشيلون الطاوة يعني ما تشتغل العين نهائيا، تنطفي وبنفس الوقت ما تكون حارة جدا، يعني تؤدي إلى احتراق قوي هيك يعني. الشغلة همين الحلوة بها إنه بها درجات حرارة عالية من 1 لـ 9. أنا شغلة حتى بالثوابات لما نزلت الفيديوهات شغلة على 2-3، يعني بالمولد دا أشتغل عليه. طبعا بيها حماية للطفل، تشوفون هذا القفل الموجود بي، يعني إذا أنتوا دا تطبخون مثلا وراح تسوون شغلة ثانية مجرد تضغطون على القفل راح تنقفل الشاشة بعد ما يقدر أي شخص يضغط عليهم. الشغلة السلبية اللي ما حلوة بي انه ما يشتغل فقط على الجدار التيفال والطاوات التيفال والقواري التيفال، فشوفوا هذه النقاط طبعا بها مؤقت وبها الانطفاء، وهذه مالت الاربع عيون تكون بها عينين كبيرة وعينين اثنين صغار. قلت لكم هذا الطباخ هو اسمه الطباخ المغناطيسي ومو ليزري، يعني اخاف واحد يشتري مني، وما يشتغل فقط على التيفال. طبعا احنا ابو المحل قال يشتغل على اكثر من نوع، لكن صراحة جربت كل الانواع، فقط التيفال يشتغل عليه، بس هو وردة يعني، لانه مثل ما نقول سريع وبنفس الوقت حلو، واذا انت محتاجته وما عندك غاز او من هالسوالف تقدرون تشغلوه على المولد اللي موجودة عندكم بالبيت او ساحبين خط ويشتغل عليها بكل سهولة. طبعا هسه قلت لكم انا سلبياته وايجابياته وبعد بكيفكم. احنا بالنسبه انه انا كلش عجبني، فقلت الباب بالبارد يبقى يعني هذا من غيره، لكن بالمطبخ الحار سوينا الليزري، لان الصراحه احنا عندنا انواع مشكله من الجداري، فيعني نستخدمها للليزري تكون افضل، لكن هذا بصفاتهم حلوه. بعد ما خلصنا طبعا من شرح هذا الطباخ وان شاء الله تستفادون من هذه المعلومات الحلوه، طبعا حننتقل نبدي ننظف اليوم المنور. انا واختي بما انه متوسخ بشكل شوي قوي، فطبعا هذا هو صار له 3 ايام، قبل 3 ايام احنا اختي نظفته، بس لانه الطيور هوايه يعني والبلابل وهاي السوالف فيعني يتوسخ بسرعه، فهنا عندنا بدينا ننظفه، فانا حخليكم شويه وبعدين ارجع لكم حتى نشوف شنو حنسوي ثاني يوم. طبعا هذا احنا بعد العشاء اي شغله عندنا نشتغلها انا واختي نحب نشتغل بالليل، يعني مثل تنظيف البيت، مثل تنظيف الجراج، غسل الزوال، يعني تعرفون الجو حار، والصراحه يعني نبقى احنا مرات يعني واحد مني يصلي الفجر وبعدين ينام يعني يقعد متاخر، فمو مال الصبح نقعد ننظف، وهم بنفس الوقت دائما انا اكررها، يعني ما تكون اطفال رايحه راجعه يتوسخ البيت وهالسوالف، فافضل يعني وقت للتنظيف هو يكون وقت الليل. فانا طبعا حنكمل تنظيف المنور مالت البيت، واللي طلبوا مني انه اصوره لهم همين، واني مع العلم منزله فيديو يعني مراحل انه شلون سويناه بالبدايه وشلون جبنا الاشجار وهالسوالف، فاني هنا حخليكم شوي همين تشوفون، وهم صورت لكم مالتنا الصاله اللي هي تكون بالطابق الثاني، اللي تكون مطله على البحر الاسود، مطله على هذا المنور وعلى هالمناظر الحلوه. انا خليكم شوي وبعدين ارجع لكم، لا تنسوني اللي ما ضايف اللايك لحد الان ضيفوا اللايك حتى شجعوني دائما.
وهذا كانت النتيجة. بعد ما خلصنا كل الشغل طفينا الأضوية، وطبعا ثاني يوم هنا حنسوى غدا، وهنا جابوا زوري فأني حسويه. هنا بالبداية أنا نظفته وصدفته ووصلته بشكل حلو، ونظفت السينك وهالسوالف، لأن صراحة يعني شوية السمج إذا يتأخر شوية بالتنظيف مثل ما نقول تلزق الريحة مالت السمج بعد بالمطبخ كله. فهنا طبعا بهرته بعد ما صدفته وغسلته وكملته وحتى ملحته. هنا مجرد البهارات، هي شوية بهارات عادية يعني بهارات مشكلة، وضفت شوية فلفل أسود وشوية كركم وشوية بابريكا. طبعا أنا هم أضيف شوية نوم بصرة وثوم باودر، بس هذا يكون اختيار لكم يا أما تضيفوا أو لا. وهم من أكو فد شغلة حلوة يعني إذا تحبوا يكون مقرمش زيادة، هي تضيفون شوية طحين مو هواية. طبعا بعدها حبدي أقلي. أنا طبعا أذب شوية بصل قليل يعني ويا الدهن اللي خاصة بالزوري، شوية بصل على مود شنو الريحة ما تتوزع بكل البيت. هنا طبعا الطاوة الثانية خليتها، احنا دائما نحب تكون طماطة مقلية وبصل مقلي بصلصة تكون شوية حامضة، هذا دائما نحبها ويا الأسماك. فهنا حسوي هذه الصلصة الخاصة مالتنا أو الخلطة اللي دائما نسويها. هنا طبعا البصل ضفت زيت وضفت له ملح حتى شوية يذبل، وسويت على شكل حلقات. حبد شوية أحمس بيه وأقلبه لحد ما شوية عدنا يذبل ويتغير اللون. نفس البهارات اللي أنا رشيتها على السمك اللي عندنا اللي هو الزوري، حرش عليهم بقيت قليل جدا هذا بالكاسة، بقيت حضيفها ويا البصل وهم أحمس بهم. طبعا بعد ما ياخذ لون وشوية تذبل وتبدأ تطلع الروائح الطيبة، أشيل البصل وهم سويت طماطة حلقات، حضيفها هم بالطاوة، أضيف شوية زيت وأضيف عليها شوية بهارات وشوية فلفل أسود. وبعد أنتوا أي شيء تحبون تضيفون تقدرون، يعني هو أول وتالي مثل ما نقول يعني أهل البيت شو يحبون من نوعية بهارات متعلمين عليها ضيفوها. أنا حبدأ أضيف الوجبة الثانية ما تزوري، وأضيف الطماطة وبعدها أضيف البهارات عليه شوية، وأضيف دبس الرمان. دبس الرمان راح ينطيها طعم كلش طيب، وأقلل النار وأضيف البصل على الطماطة آخر شيء، وأتركها على نار هادية لحد ما بالأخير تطلع النتيجة كلش طيبة. هنا عندي جهاز ولا هو يعني ما مستوي نقول بصورة كاملة، لكن أنا حضيفه بعدين على الطماطة وأغطي وأخليه على راحته مثل ما نقول يتهدر. طبعا حقدم أكيد وهي اللبن والخبز الحار، وأكيد سهمكم العافية وربي يشبعك جوعان. وطبعا هذا الغداء حيكون جاهز وياني. بعدها طبعا حننتقل وياكم بالفيديو السابق أنا نزلت لكم الزيارة اللي هي بكربلاء، بس ماكو أحد الصراحة كتب لي، فقط 2 بنات دخلوا لي على الانستغرام قالوا رشا الفيديو مال كربلاء الزيارة اللي نشرتي بالفيديو السابق إنه هو ما بي صوت. أنا طبعا مصورت لكم صراحة بما إنه التفاعل بدأ يعني يكون حلو وشجعون دائما ولايكات وهالسوالف، سويت رصيد واحد فصرت يعني وين ما اروح احب انه اصور هذا الشيء وانزل لكم، اصور بشكل يعني بالعرض على مود شنو يكون لليوتيوب واضح لكم. اما الانستغرام والباقي المواقع التواصل اللي انشر بيها فانشر لهم او اصور لهم بشكل بالطول يعني حتى تصير الصوره احلى. فاني هنا انا مسويته بالعرض وكملته وصورته وتعبت، لكن نسيت انه نزلت الفيديو اللي ناشرته على الانستغرام نزلته قبل على هنا اليوتيوب، خلطته ويا الفيديو بدون ما انتبه الصراحه، لانه كان بالفجر ورا ما صليت الصبح منتجته وقلت حتى يعني بالعشرة ونص ان شاء الله انشره. وطبعا ما انتبهت، اقول الصبح انا قعدت لقيت حقوق طبع ونشر لانه مخليه قصيده علي، فلذلك شنو حاشركم اليوم الفيديو اللي هو بالعرض واللي تعبت عليه صورته، وطبعا اكيد ذكرتكم بالدعاء. وهنا صورت لكم حتى الطريق، وهنا كان القطار كلش حلو منظره اللي هو الغرف الداخليه كلها مفتوحه الاضويه مالتها. ووصلنا وعيشوا الاجواء الحلوه، لان صورت لكم صراحه لليوتيوب اكثر من الانستغرام والباقي، لان هنا اكيد وقت مفتوح. بنفس الوقت دائما خطايا بنات يكتبوا لي زورينا بالنيابه او صورينا زياره، احنا مثل المحرومين خاصه اللي متغربين، فصور لكم دائما الصراحه اكثر من التطبيقات الباقيه. فهنا انا حخليكم تكملون الفيديو للنهايه، اتمنى ان شاء الله عجبكم، واتمنى ما تقصرون يا باللايك، واللي زايرني اول مره اذا عجبتكم القناه اكيد سووا لنا اشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي الجديده. وبالاخير اقول لكم مع السلامه، انتظرون ان شاء الله فيديو جاي.